السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير حبايب قلبي. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعمل لايك كتير كتير للفيديو حبايب قلبي. والله انا فرحانة جدا جدا جدا. شوفوا الفرحة على وش ازاي وعلى وش ماما. حبيبة قلبي ما نتحرمش منها ابدا ابدا نورة، ربنا يسترك في الدنيا وفي الاخرة، وبعت لك كده رزق من عند ربنا حلال. ربنا يشفيكي يا ماما نورة يا رب. يشفيك ويعافيكي ويقومك بألف ومليون سلامة، تقومي بألف ومليون سلامة تحديكي يا رب. حبيبه قلبي ما تحرمش منك ابدا ابدا، انا مش قادره اوصف لك اللي انا فيه. ربنا يجازيكي خير ويجعله في ميزان حسناتك يا حبيبه قلبي يا رب. طبعا حبيب قلبي رح نجيب هديه ماما نوره. حبيبه قلبي ربنا يخليك ليا، احلى ماما نوره في الدنيا، مش ماما بس، ماما واخت وصاحبه وكل حاجه في الدنيا. ربنا يسعدك ويفرحك ويشفيك ويعفيك ويجعلك كده احلى واحده في الدنيا، ويجعل عندك رزق كده من تحتك رزق ومن فوقك رزق يا ماما نوره يا رب. رب يا حبيبه قلبي. وطبعا ما حبيب قلبي هنروح نجيبها كده، خليكم معانا ناخدها من العربيه وكده، وخليكم معانا. وطبعا حبيب قلبي كده بقى ايه، واحنا ماشيين كده رايحين في التاكسي، ربنا يكبر بخاطرك ويشفيك ويعافيك يا رب يا ماما نوره، ويخليك لينا يا رب كده، وتبقي احسن واحده في الدنيا، واشوفك كده احلى واحده في الدنيا، ويجيلك رزق كده يا رب يا ماما نوره، رزق كده تفرحي بيه كده يا رب، ويملى بيتك كله رزق كده يا رب، زي ما انت مفرحانه دايما كده اهو. وربنا يرزقك ويعطيك الصحه يا رب كده، وربنا يقويك على اللي انت فيه يا رب، ويوحش عنك اي تعب يا ماما نوره، ويقومك بالسلامه من العمليه اللي انت عاملاها، ما عدناش نشوف فيك اي حاجه وحشه ولا اي عمليات ولا اي حاجه خالص فيك يا ماما نوره. وطبعا حبايب قلبي ماما نوره بعتت الهديه زي ما انا قلت لكم في الفيديو بقى ايه، ربنا يسترها ويوفقها ويفرحها ويسعدها يا رب ماما نوره. وطبعا كنا رايحين ركبنا عربيه وروحين كده نجيبها. وطبعا بقى يا حبايب قلبي صورت لكم العربيه وهي جايبه الهدايا وكده، وعمه ده بتاع العربيه، كنا راكبين بقى في العربيه نفسها. وطبعا بقى حبايب قلبي متنسوش الاشتراك في قناتنا وتفعلوا الجرس، وتروحوا عند قناتك حياتك احلى مع هايدي عشان تفرحوها كده، ودعوا لها بالذريه الصالحه يا رب يا رب يا هايدي، ورزقك كده بالذريه الصالحه يا رب في ايام مفترقه يا رب يا رب يا هايدي، رزقك بالذريه الصالحه وابقى خالته كده، ويا رب والنبي عشان خاطري يا رب اسمع مني يا رب. وطبعا بقى كده حبايب قلبي، واحنا بقى ايه نزلنا الحاجات كده، وهو منزل الحاجة كده كده، نزل الشنط والهدايا تاني. يا ربنا يرزقك يا ماما نورة ويعطيك الصحة والعافية يا رب، ويا رب يا ماما نورة كده شوفك أحلى واحدة في الدنيا، وربنا معاك يا رب، ويعينك ويقويكي ويخليك لينا يا رب يا اللي مفرحانا دايما، ويفرحك زي ما فرحتين. طبعا بابا كده شال الاول كيس، وانا احنا شلنا تاني كيس بقى، وانا وماما بسم الله ما شاء الله كان تقيل، شلنا بقى انا وماما ده، وماما بقى واقفه كده بتنادى بابا عشان يجي يشتري الشنطه، وقعدت تدعي لماما نوره ورفعت ايدها بالسماء وتقول يا رب يا نوره يرزقك ويفرحك زي ما فرحتني ويسعدك زي ما سعدتني، وقعدت تدعي لك يا ماما نوره. والله طبعا بابا كده بقى خد الشنطه وقال له يلا يا وحش. حبايب قلبي جميعا من خارج مصر، من مصر كلكم على دماغنا. حبيبه قلبي في كومنت مش فاكره اسمها نرجس ولا اسمها ايه، يا نرجس دي بتعلقنا على طول، مش فاكره اسمها نرجس ولا ايه حبيبه قلبي، من سلطنه عمان. فانا كنت قلت حسبي الله ونعم الوكيل، بس مش ليها والله ما ليها، انا بكلمك اهو يعني، كتبتيلك وقلتيلك والله ما هلكي حسب الله ونعم الوكيل، دي ربنا عارف هي راحة مين، لكن انت يا حبيبة قلبي نرجس من سلطنة عمان، انت على دماغي يا حبيبة قلبي والله على دماغي، ما انا قصدي انت، ولا ان انت اصلا تيجي في الكلام ده يا حبيبة قلبي، ده حاجة كده في دماغي يا عمري، وكتبت والتعليق ايه تحت تعليقك والله، معلش انا اسفة لك يا حبيبة قلبي. فطبعا يا حبيب قلبي النهارده يعني عيد عندي قبل ما العيد يجي، وكل يوم بردك عيد علي، ونور حبيبة قلبي دي معايا، نورة دي يعني الحاجة الوحيدة اللي حلوة في حياتي،
والله ما علشان مثلا بتبعت حاجة أو بتعمل حاجة، لأ ربنا سخرها ليا كده وسخرني ليها. يعني سبحانك يا رب، إن فوتت يوم ما كلمتهاش صوت وكلمتها كاميرا أكن حاجة مني كده راحة مني، ولا الأخت ولا الأم ولا الأب ولا العيال زيك يا نورة. والله 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 ولا حد في العالم كله في الدنيا كله وراني الحنان اللي انتي وريتهولي رب، وجبرت بخاطري وخاطر الولاية وخاطر عيالي. يعني مش جبرت بخاطر اني لوحدي، لا ده انت جبرت بخاطر امل ورميساء وهايدي وبهايدي. وفرحنا كلنا، بحبك وايد مرة والله، انتي قلبي فانتي يا عمري وصاحبتي وكل حاجة. فانت يا عمري يا رب بحق جه محمد، بحق الاذان الفجر دي طالع لربنا، يرزقك يا نوره يا بنت خضرة بالصحه وبالستر وبالعافيه، بالعافيه بدنك كده وتسعدي وتستطري، وبعت لك رزق من عند ربنا حلال كده، واللي انت بجبته لنا دي ربنا يبعت لك قده ملايين المرات يا نورة، يسندك بصحتك وبعافيتك يا ربي يا حبيبة قلب، ما تحرمش منك أبدا أبدا أبدا، ولا من واجبك ولا من حنيتك ليا ولا من حنيتك ليا ولا للعيال. وواجبك كده يعني هقول ايه، لو قعدت اقول من هنا لاخر يوم في حياتي مش هكفي جميلك ليا كده ولا حبك ليا ولا لبناتي. طبعا يا حبيب قلبي انا يعني كنت معاكم واحنا رايحين نجيب الحاجه وصورت لكم، فايه يعني دعائكم كده، ادعوا لنورة ماما نورة وان هي يا رب تقوم بالشفاء كده، لانها روح قلب واغلى من حياتي. ادعوا لها كده ان ربنا يشفيها وعافيها، لانها عامله عمليه يا حبايب قلبي، انا قلت لكم قبل كده وانتوا دعيتوا لها، وربنا يا رب يكبر بخاطركم وبخاطرنا، ربنا يكبر بخاطر اللي بعت لك منت حلو كده زيه، يكبر بخاطره، وربنا يشخص له كده واحد كده من عند ربنا، يعني زي ما انت بتكتب كومنت حلو كده ربنا هيشخص لك بردك واحد يبردك يقول لك نفس الكلام الحلو. يا حبايب قلبي دلوقتي احنا جينا وماما بقى ايه تعبت كده شويه فقعدت نامت كده شويه، فاحنا دلوقتي الفجر كلمنا ماما نوره كاميرا وجينا بقى من على ماما نوره قلنا لها بقى ايه هنصور الفيديو بتاعك يا روح قلبي، قالت ماشي يا حبيبه قلبي وبدات تدعي لها وبتدعي لنا. وطبعا احنا بنسجل الفيديو الفجر الفجر جدا اهو والله يا حبيبتي، احنا مصورين الصبح الساعه 9 10 11 كده وبالوقتي بنسجله اخر حاجه كده الفجر، فجر جدا اهو واحنا قاعدين اهو بقى. تعود كلها كده حبها لماما سعيدة كده، حبها ليا وللبنات طبعا هم اخواتكم وانا امكم، فرميساء وهايدي وامل اخواتكم وانا مامتكم او اختكم حسب يعني السن يعني، فانتوا كلكم على دماغي، ربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري بالكومنتات وبالكلام الحلو وبتسعدوني كده، ربنا يسعدكم في الدنيا وفي الاخره، وانت على دماغي من خارج مصر ومن مصر، انتوا حبايبي كل سنة وانتم طيبين وسعداء ونعاد عليكم الأيام بخير، ويدعوا لماما نورة كده بالستر وبالصحة، وإن هي جبرت بخاطر وخاطر الولاية ربنا يكبر بخاطرها وخاطر حبايبها، وخلي لها عيالها وحنن قلوب عيالها عليها، وسعدها ربنا لو قعدت أتكلم من هنا لآخر يوم في حياتي مش هوفي لها جميلها ولا اللي هي بتعمله ليا. يعني أنا عندي نورة اغلى من اي هدايا واغلى من العالم ده كله والله يا حبايب قلبي، مش مثلا انني بدعي لها عشان ان هي الحاجه دي او كده، لا والله هو حب من عند ربنا ليها وليا، هي نفس الحب اللي انا بحبه لها، بتحبني زي ما انا بحبها واكتر كمان، فادعوا لها كده ربنا يقومها بالشفاء العاجل، وما تحرمش منك ابدا ابدا يا نوره، ربنا يسعدك وربنا يكرمك وربنا يوفقك واشوفك اسعد واحده في العالم انت وكل اللي يسمع الفيديو، انت وكل اللي يسمع الفيديو، ويكبر بخاطر ماما سعيده، ربنا يكبر بخاطرك يا نوره يا بنت خضره بحق اذان، يكبر بخاطرك يكبر بخاطرك بحق ما انت علمتي وتستطري في الدنيا وفي الاخره، واجعلك مستوره واجعلك سعيده واجعلك كده يا ربي قدي
ما تاخدي من حد وجعلك كده غنية، وجعلك كده اللي تطلعيه من ايدك يقول له كله كده يبقى في ميزان حسناتك. ولا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. واشوف وشكم على خير، وما تنسوش ماما وسعيدة بقى، وكل سنة وانتم طيبين وسعداء، ورب كده اشوفكم سعداء كده وكل العالم كله بخير كده والف سلامة حبايب قلبي، واشوف وشكم على الف 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 خير. يلا سكوت سكوت على خير. ولا اله الا الله محمد رسول الله، بس تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام.